بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. تخلص من السموم من خلال اللعب داخل ملعب التنس الأرضي. إزاي تخلص من السموم داخل الملعب؟ اللاعب يتحرك وداخل ملعبه مما يقلل من معدل الأملاح فيه، سواء من خلال الزيادة في كمية العرق اللاعب بيفقدها، أو من إضرار البول الناتج عن فرط الحركة وتناول كميات كبيرة من الماء داخل الملعب في فترات الراحة بين الأشواط المباراة، بتساعد على التخلص من السموم في الجسم من خلال اللعب داخل الملعب في التنس الأرضي. شكراً.